مشاهدينا نوه إلى هذا النبأ العاجل، حيث التقى رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع جيرفي نادير أكوباكا رئيس وزراء جمهورية بروندي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن إرضاهما عن المستوى المتميز والذي وصلت إليه العلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو حتى على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدما ملموسا. كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للسيد الرئيس السيسي على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلا عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وبما يمثل نموذجا للتعاون والتنسيق المتبادل ما بين الدول الأفريقية الشقيقة. شهد اللقاء أيضا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل.